سبع علامات تعني أن الله تعالى يحبك حتى ولو كنت تعصيه، فإن كانت فيك هذه العلامات كلها أو بعضها وكنت على طاعة فاحمد الله على ذلك وزد لله من طاعتك، وإن كان فيك بعض هذه العلامات وكنت على معصية فاستحي من ربك وعد إليه، فإنه والله يحبك ويريدك أن تكون من عباده الصالحين، اقترب منه أكثر حتى تنال رحماته وبركاته سبحانه وتعالى. والآن سريعا نبدأ في ذكر هذه العلامات السبعة. العلامة الأولى من علامات محبة الله سبحانه وتعالى للعبد هي ترك الطمع في الدنيا والزهد عما في أيدي الناس، وهذه ستجدها في بعض الأشخاص إنه هو يعني بالبلد كده مش طماع في الدنيا، راضي بقليله مقنوع بحاله، لا ينظر إلى ما في أيدي الناس، ربما يكون مقصر في الطاعة مقصر في العبادة نعم، لكنه يخاف من الحرام، وإذا فتحت أمامه طاقة من الحرام والعياذ بالله تجده يهرب منها ويفر، يقول لك لا يا عمي أنا أكل لأمتي بالحلال حتى لو كانت قليلة لكنني لا أهوب أبدا ناحية الحرام. أهو ده ربنا سبحانه وتعالى يحبه. والدليل على ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. خلي بالك بالله عليك، ده واحد جاي للنبي بيسأله يا رسول الله دلني على عمل لو أنا عملت ربنا يحبني، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد عما في أيدي الناس يحبك الناس. إذن العلامة الأولى من علامات محبة الله للعبد أن ذلك العبد لا يطمع في الدنيا ويزهد عما في أيدي الناس ولا ينظر إليهم فلا يحقدهم ولا يحسدهم على ما أتاهم الله تعالى من نعمه العظيمة. العلامة الثانية من علامات محبة الله للعبد هي السعي في مصالح العباد وقضاء حوائجهم، وسبحان الله هذه ستجدها أيضا في بعض الناس، في ناس كده تحب تخدم وتحب تقضي مصالح الناس، عنده هواية عنده حب حاس إنه دي حاجة هتوصله ربنا سبحانه وتعالى بطريقة أسرع، يسعى في قضاء حوائج الأرامل واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يحب كده يخدم الناس دون أي مقابل ودون أن يأخذ منهم شيئا، إنما يخدمه لوجه الله سبحانه وتعالى، هذا منزلته عند الله عظيمة ودرجته عند الله كبيرة، ومثل هذا الإنسان يحبه الله حبا شديدا الذي يسعى في قضاء حوائج الناس ومصالحهم. ودليل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. من اللي ربنا بيحبهم؟ الذين يخدمون الناس، الذين ينفعون الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى يثبتها له ثبت الله قدميه على الصراط يوم القيامة. شوف الجزاء إيه، الجزاء بيكون دايما عظيم. أنت لو سعيت مشيت في قضاء حاجة لأخيك أو لأختك المسلمة لوجه الله سبحانه وتعالى ثبتت له هذه الحاجة، ربنا يثبت قدميك على الصراط يوم القيامة فتجوزه بسهولة ولا تنزلق في النار، أجارنا الله تعالى وإياكم من النار. طيب العلامة الثالثة من علامات محبة الله تعالى للعبد التوفيق لعمل صالح قبل الموت، وده اللي ربنا بيستعمله سبحانه وتعالى. ممكن يكون واحد ودي ما تقولش يعني العملية دي جت ازاي، لا ده ربنا له في خلقه شؤون، ممكن يكون واحد قضى عمره في الهلس والحرام حتى شابت رأسه، والله يا جماعة الخير، وقبل ما يموت بسنة سنتين ثلاثة وقت قريب يعني ربنا يوفق العمل صالح فيموت على هذا العمل، أهو ده ربنا بيحبه، ربنا سبحانه وتعالى يحبه. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قال الصحابة يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. إذن يا جماعة الخير كن إن ربنا يوفقك لعمل صالح قبل ما تموت، ده معناها أن ربنا بيحبك حتى لو كانت حياتك كلها قبل كده أجرنا الله وإياكم في الهلس والباطل والحرام. والله يا جماعة الخير أنا أعرف أحد الناس معرفة شخصية، هذا الرجل ما كان يصلي ولا كان يعني يعبد الله سبحانه ولا لي علاقة بالصلاة والإسلام، تحس أنه لا علاقة له بالإسلام أصلا حتى شابت رأسه، ده وصل به الحال وأنا شهيد على ذلك إنه هو والعياذ بالله والعياذ بالله والعياذ بالله كان يصب الذات العادية، يعني كان يغلط في ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. وفي يوم من الأيام تحصل معه حاجة غريبة جدا، معدي كده في الطريق على جامع فيتحصر أعزكم الله، يعني عايز يقضي حاجته، يدخل المسجد يروح الحمامات المسجد عشان إيه؟ يفك الحصر ويقضي حاجته،
وهو طالع خارج من المسجد يلقى الناس بتتوضى رايحة تصلي، فيتحرج ان هو يطلع من المسجد، فيدخل يتوضى معاهم، وبعد كده يدخل ايه الجامع عشان ايه عشان يصلي معاهم. بعد ما يصلي الشيخ بتاع الجامع يصادف سبحان الله انه هو هيعطي درس في التوبة والاستقامة والرجوع الى الله، يسمع الراجل الكلام فينفتح قلبه للإيمان، يتحول هذا الرجل بعد ما راسه شابك وعمل الموبقات يتحول يا إخوة 180 درجة. والله وأنا أقول أعرفه معرفة شخصية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بجنات عدن إن شاء الله، لأنه هو يعني توفاه الله. المهم يتحول 180 درجة ويقعد في المسجد، ينظف المسجد ويكنس ويمسح الحمامات أعزك الله بتاعت الجامع، وطول ما هو في المسجد يقرأ القرآن، وما كان يرجع لأهل بيته إلا بعد صلاة الفجر، يروح إذا كان صايم يأكل لقمة والقصة دي وينام، وتاني يوم الصبح ساب الدنيا دي خالص، تاني يوم الصبح يطلع بدري عشان يفتح المسجد الناس تصلي الفجر ويرش كده قدام المسجد في الصيف، وكان حاجة عظيمة جدا. وبعد ذلك توفاه الله وهو في المسجد أثناء ما كان يقرأ القرآن الكريم. بعد 50 سنة فجر وعجر مع الله سبحانه وتعالى ختم الله له بهذه الخاتمة العظيمة. فتصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله، وفي رواية أخرى: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه. طيب، العلامة الرابعة من علامات محبة الله تعالى للعبد هي العمل لله في خفاء. خلي بالك لو كان فيك هذه العلامات أو شيء منها، ربنا بيحبك لو كنت بعيد عنه اقترب منه أكثر. العمل لله في خفاء، في ناس ما تحبش الرياء، وممكن سبحان الله ما يكونش يعني له ثقل في الصلاة والعبادة والتطوع والقصص دي، لكن تلقاه لما يعمل خير ما يحبش حد يعرفه أبدا ويزعل جدا لو عرف انك انت عرفت ان هو عمل حاجه لله سبحانه وتعالى. يعمل لله في الخفاء، لا يريد ان يعرف، ده ربنا بيحبه. ودليل ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله يحب العبد التقي الخفي، ده ربنا سبحانه وتعالى يحبه. طيب، العلامه الخامسه من علامات محبه الله للعبد حتى ولو كان على معصيه: الابتلاء بالشدائد والمتاعب والمحال. طول ما ربنا يبتليك اوعى تجزع، لا اصبر، ده ربنا ما بيبتليش الله اللي بيحبهم، ما بيبتليش سبحانه وتعالى الا ايه الا اللي يحبهم. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. ومش كده وبس، ده الابتلاءات دي لو كانت شدائد مرض محن دي بتنظفك يا حبيبي، بتنظفك عشان تروح لربنا صافي. شوف سيدنا النبي يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. تعب في الحياة، ظروف مادية وتألمات ومرض والضحضر والدهور به الحال وتعب، لكنه كان شاكر وراضي وصابر. اتنظف يا عم في الدنيا، اتنظف، راح لربنا أبيض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة في حديث قدسي أنه يقول، ربنا يقول: إنني إذا أحببت عبدا من عبادي ابتليته حتى رفعت درجته في الجنة وأدخلته بلا حساب ولا سابقة عذاب. إذا الابتلاء ده ما تزعلش منه، ليه؟ ده دليل على محبة الله سبحانه وتعالى لك. العلامة السادسة من علامات محبة الله للعبد هي محبة أولياء الله الصالحين. إنك تحب الناس بتوع ربنا حتى لو كنت أنت مش زيهم ولا نصهم، حتى لو كنت أنت مقصر في العبادة، لكن تحب الصالحين. ودي هتلاقيها برضه في ناس كتير الحمد لله، مش ناس قليلة، لا ناس كتير. يعني واحد مثلا إيه تلاقيه كده مقصر في العبادة ومقصر في الطاعة، يعني مش بتاع ربنا يعني زي ما أقول، لكن تعالى كده جنبه مثلا ويغلط في الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، ممكن يقوم ياكلك. ها؟ مالك بالراجل بتاع ربنا؟ ايوه يمسك في خناقك على طول، ابعد عن الشعراوي يا عم، ده راجل قضى حياته في تفسير كتاب الله وتعليم الناس امور دينه، وانت مالك؟ ويقوم يتخانق معاك، وممكن هو خلي بالك ما يكونش بيسمع للشعراوي اصلا. ها؟ يكون يعني عارف الشعراوي ده من حلقه حلقتين حاجه كده شافها على التلفزيون بتاع، سبحان الله العظيم، لكن تلقى ايه؟ قلبه يحب اولياء الله الصالحين ويحب الناس الصالحين.
ودي